الان اذا كانت هاي سكوير ماتريكس كيف بدها تكون سكوير ماتريكس؟ اذا سكوير ماتريكس واحنا عندنا 6 ديجريز اوف فريدم في الفضاء فبدها تكون 6 ديجريز اوف فريدم من مانيبيوليتر ار. فاحنا قلنا في بتساوي جي ثيتا هون في كيو دوت. طبعا كيو دوت هون فيكتور ها، وهذا فيكتور وهاي. اذا كانت هاي سكوير ماتريكس فانا عمالي بسال هون عمالي بقول اذا انا حركت هذول الجوينتس بسرعات معينه ان راديانس بير سكند او اذا في بريزماتيك طبعا راح تكون مترز بير سكند، اذا عملت هذا التحريك وهاي اللي هون بهاي السرعات وكان عندي بوزيشن معين طبعا، لانه اذا ما عندي بوزيشن معين ما بقدر اطلع الجاكوبيا، لان الجاكوبيا بتعتمد على بوزيشن معين، فبدي اعرف باي بوزيشن، ما راح يكون نفسه للبوزيشنز الثانيه. فالجواب هون بيعتمد على سرعات كيو وايش هي كيو نفسها. حتى يمكن انا هيك راح ارسمكم اذا حطيتها، يمكن الاحسن ايش احط هون. فهذه في بوزيشن معين كيو ما راح يعطي نفس الجواب في بوزيشن ثاني. اذا عرفت هذا وعرفت هذا راح اضرب هذول الاثنين في بعض راح يعطيني السرعات في الكارتيجن سبيس اللي هي الفيكتور هذا اللي موجود هون. اذا بقدر الان اقول اسال لو انا بدي احقق سرعه معينه في الكارتيجن سبيس فبكون عندي هون ضربنا مظبوط، لانه ضربنا هون جي ماينس 1 هون وجي ماينس 1 هون فصار عندي، فهذا بجاوبني الجواب المعكوس اللي هو بيشبه الانفرس كينماتكس هناك، انه اذا كان عندي بدي احقق سرعه معينه بالفضاء باكس واي وزد واوميجا اكس واوميجا واي واوميجا زد ايش هي سرعه الجوينتس اللي لازم احققها؟ طبعا حتى لو كانت سكوير ممكن ما يطلعش عندي انفرس مظبوط، تكون ايش هاي اذا كانت هاي الماتريكس ايش؟ ايش بنسمي هذا اذا فيش لها ما طلعش انفرس؟ ممكن تكون سنجلر مظبوط؟ ايش يعني الماتريكس سنجلر؟ بيطلع الديترمنت تبعها زيرو. الماتريكس اذا كان الديترمنت تبعها زيرو بتكون سنجلر، معناها هي رانك ديفيشنت. ايش يعني رانك ديفيشنت؟ يعني رانك اقل من الاوردر تبعها، اذا كانت 6 باي 6 والرانك تبعها والرانك تبعها رانك اوف جي كيو كان اقل من 6 مثلا بالحاله هاي، معناها هي بنقول عنها رانك ديفيشنت وراح تكون هي فوق فيها سنجولاريتي عند النقطه هاي. فمثلا اذا كان الرانك تبعها 5 ممكن يكون الرانك تبعها 5، معناها ايش عند النقطه هاي في عندي؟ سنجولاريتي. هاي هي النقطه بتتذكروها اللي حكينا عنها اللي اذا مريت اذا بدي امر فيها عند هاي النقطه راح تصير السرعات عاليه جدا، والسبب انه في عندي سنجولاريتي عند هاي النقطة، عند هاي النقطة عند هذه الكيو اللي سببت السنجولاريتي راح تصير السرعات المطلوبة عالية جدا، راح تصير الجاكوبيان الديتيرمنت تبعها أقل من 6. راح تصير رانك بنسميها رانك ديفيشنت. إذا راح ألاقي إنه هاي نزل باي 1. مثلا مثال عليها البوما 560، لو رحت الآن على البوما 560 وحطيت ثيتا 50 إيش صار؟ راح يكون زد 4 وزد 6 aligned، وإذا صاروا aligned إيش صار بعدد degrees of freedom الفعلية بهذا البوزيشن؟ راح تنزل لخمسة، لأن I lost one degree of freedom. لو حركت ثيتا 4 أو حركت ثيتا 6 نفس الشيء، ما أعطانيش شيء جديد. في حين لما تكون ثيتا 5 مش زيرو إيش بصير؟ تحريكي لثيتا 4 بيعمل هيك، وتحريكي لثيتا 6 بيعمل هيك. فأنا كنت محافظ على 6 degrees of freedom. أي لحظة بصير فيها ثيتا 5 زيرو، بنزل الرانك تبع الجاكوبيان من 6 ل 5. وما فيش اي طريقه ثانيه اعمل الاينمنت للاكسس تبعت البوما 560، ما بقدر اعمل الاينمنت زي ما حكيت لكم المره الماضيه زد 1 لزد 4.